مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفونا فيه. من غيري وليكوا وحشه يا جماعه، والله العظيم بتوحشوني قوي قوي. لا احنا زعلانين منهم عشان معاك هيام بتجرب حاجات، بلاش اقول ايه هي. انا جيت نورتي. اهلا وسهلا. دايما هيام جايه متاخر، لما نقول لها تعالي بدري منكم عشان بجد تيجي متاخر. التفاعل بيقل والناس ما عندتش، هما بتقولناش افكار نعملها. ما علينا يا جماعه، احنا انا عندي فرح، عندي حين، عندي حين وعندي فرح. جبنا كده ايه نعمل لكم لوك الفرح شويه حاجات. لا مش هعمل لوكات غير لما حد يقول لي اعملي اللوك. ممكن تعملي لوك؟ بس تقول له طبعا يا جماعه. ايه احنا جو النهارده في بورسعيد مطر جماعه حقيقي. الواحد واحد يعني خسران اللي مش من بورسعيد يا جماعه او ما جاهاش زياره، خسران والله خسران. ساحليه، عاطفيه، رومانسيه، اكليه عشان بحب الاكل، سيفوديه. اه بجد فعلا فعلا، تعالوا زياره يوم يومين مش هتخسروا. ابو بات عندها. لا تنوروا جماعة على راسي والله. كنا ماشيين لقينا محل، اه وبعدين قلت بقى اجيب شويه حاجات بقى عشان فرح بقى ممكن كده امارات بقى وحاجات ما نعرفوش. تهنا واقفين قدام المحل نص ساعه فدخلنا، وهو اصلا المحل اقول له هو فين، وهم تقول لي الشارع فين، ما علينا يعني من مكانه وعنوانه. لا هنا، وانا اقول لها لا هنا، هو عند المنشي. لا واحنا اصلا واقفين قدامه، يعني احنا لو مشينا خطوه هو بقى على الجنب. ما علينا الحمد لله. معلش بقى كده الشنطه بقى ما لسه قايلين بقى. خلي انت دي لا نخلي البطنك. اشترينا اول حاجه ما نستغناش عنها جماعة، كنت جبتها قبل كده برضو في فيديو، ابو خشوا برضو شو كان برضو مشتريات. مستغناش عنها بصراحة، جميلة قوي، مطلعش لا حبوب ولا بتطلع اي حاجات من دي. حلوة في ايه؟ ان انت مثلا لو رسمتي ايلاينر سحب منك قوي، بقيتي نفرتيتي، غيرت رأيك وعايزة مش عايزة تحطي ايلاينر بي كده تروح. والله العظيم زي الفل. بعد كده حبة طبطبة نجيب له الطبطبة، اتباع الطبطبة الطبطبة. في واحدة هنا تالتة بس مع رونزا. بس هما مننا بالطبطب. اه جماعه عايزاكم تسالوني ايه سر النضاره والحلاوه اكتر. حلوه قوي. في واحده كمان انا اصلا اول مره اجرب حاجه كده. اه اللي مع رونزا لونها. انت عندك حاجه كده كموني؟ لا لا انا اول برضو مره اجرب حاجه كده يا جماعه بصراحه. هي تحسيها بغسلهم عامه، اي بيوتي بلندر تتغسل تحسيها اللي هي تحط في الشمس طريه كده تنشف تبقى قشطه زي الفل. والله يا جماعه انا الميك اب ارتست زمانهم بيشتموني. فهي عندها فرح فطبيعي تجيب. ما تقولهمش بقى المزبله يا ماما، خليه سر. احنا وقفنا عند الراجل طبعا محتارين نجيب اني طبعا هي على ضمانة هيام، ايه؟ على ضمانة هيام. انا جربتها قبل كده كانت لذيذه لحد ما هي اها يعني وطلعت وحشه عارفين من اللي مختارها. لا والله كان عندي فرح وكنت جبتها ولزقتها كانت حلوه يعني. جماعه طبيعي والله وزي الفل. وبروح للكوافيره عشان بصراحه جربت كذا لزق بايظ ما بيلزقش، وكنت جبت لانيل قعدت بيه فتره وبعد كده نشف. فبروح للكوافيره اديها 20 جنيه تلزقها لي زي الفل برضو. اي حاجه يا جماعه جابت ده روج. هتسالوني بقى ايه الارواج اللي انا بجيبها دي؟ درجته جامده جامده. أيوة جامده جامده كده فعجبها الدرجه بقت هشتريه. والله يا جماعه مش لبلبستك ولا خلينا طبيعيين، مش احلى من الطبيعه. انا طول عمري بحب الطبيعه. في بقى الدرجه دي وفي جماعه انا جربت على حواجبي، انا حطاه اصلا بصراحه جابني الفضول لما قالوا ان هو كويس، يعني جابني الفضول اجربه. طبعا انا حاطه حاجب وحاجب. هتسالوني انهي الحاجب انهي درجه اقول لكم مش عارفه. تسالوني انهي درجه مش عارفه. كانت انهي درجة؟ ده الغامق ده الفاتح. ده الغامق ده الفاتح. ده في الكاميرا احلى. في الحقيقة ده احلى. اه والله. اللي هو ده وده. انا اول مرة اجرب حاجة جيل اصلا.
وعلى ما اعتقد برضه هيبقى اول مره اجرب حاجه. عندك حاجه زي كنت بجرب فوريفر متمدنه عني. انا بحطه بودر ده لو حطيت حاجه في حواجبي اصلا يا جماعه جل ولا مثبت ولا صابون. جل ب 5 جنيه او ب 2 جنيه من عندي وقفيهم هيقول ده ايه قلنا طبعا محل محل اللينسز دي ما تقوليش بقى النوع ما تقوليش النوع قولي لهم النوع عشان عارفين لو سالوني بقول لهم النوع ايه. يا رب ما تكون بنت اصلا لما ننزل لهم الفيديو اقول لهم النوع دي مش هبخل عليكم معلومه. جابت بقى حاجات تانية جماعه الحاجه دي قبل ما هي تجيبها انا عايزه اقول لكم اصلا ان المفروض الحاجات دي تبقى سر. ليه؟ ريحتك تحتفظي بيها لنفسك. انا فكرت الموضوع ده وانا قاعده دلوقتي. يا سلام طب ما انا ممكن اشمها يعني... وادهن منها ماشي انت ماشي تبقى لنفسي. لا لا ابقى مميزه بريحتي. او مثلا لو في برفان انا مثلا عارفه ازاي مثلا جود جيرل عدت واحده من قدامي هقول اه دي دهنه جود جيرل. ايوه عشان انت عارفاه مش كله اكيد عارفه. لا فانا بقى احتفظ بالسر لنفسي بحيث اما حد يجي يسالني انت ايه البرفان اللي انت ده انا ما ارضاش اقول له بس انا هنا هنقول ده محلول نينسز نجربه يعني عندي اخوها التسريحه زي الفل. هي شكرت فيه فانا جبته عشان اشكر ومش مصري ومش غالي مش هقول لكم بكام الا لو سالتوني. طب جرب نجرب شايف النهارده يا جماعه انا بحبكم قوي يعني هو اصلا علبه انا عايزه بقى المناسبه تيجي عشان اجرب الرموش دي قوي والازازه. بالنسبه لحجمها وسعرها كويس. ما تقوليش السعر تغليف اللي عايز يعرف السعر يقول لي اقول لكم مين ولا ما اقولش اقول لما اقولش خرابي يا خرابي والنبي يا جماعه كوري. طبيعي طبيعي يا جماعه انا طول عمري احب الطبيعه ما بحبش الحاجات اوفر. لا ماليش في اللينسز وماليش في الحاجات دي. صح يا اختي صح هاد فحلو. حدش يعلق على اختي حدش يعلق عليها. لو احنا اما القناه مش مصري يعني القناه كوري جبناه مش محور مقاطعه وان احنا كده معلش برضو بس انا جربت حاجات مصريه كتير كانت سيئه. هو الكوري اصلا في المقطع فلفيت معرفش بقى كوري مقاطع ولا لا. انا بقول معرفش هو ايه بس عشان ما حدش يقول مقاطع معنينا يعني ما لناش دعوه فانا معرفش ابو قولونا. وبعدين يعني هروح ابوظ حاجه عشان مقاطعه فراح اعمل حاجه عشان اجيب علبه لينسز مصري مثلا ما علينا يا جماعه ابو قولونا لو في انواع كويسه جربتها بقولونا. ميديان ان ايجيبت حلوه يا بلدي معروف من الازازه هي طبعا ايه كده يا معموله بالشقلوب كده بالشقلوب اكتر. جماعه هي المفروض ان هي تستر صح يعني تقريبا جادور هي جايبها للشنطه. اقفل الدور اوقف الطابور او نام على السور او خد لك او اقعد عند الدكتور او خد لك نفس عود. لا مش لاقيه يا ما علينا مش جايلي افكار خايفه اهبط دلوقتي في حاجه تبقى رخمه. جماعه ريحتها جادور معروفه. انا كنت اصلا عايزه كده حاجه صغننه للشنطه بدل ما انا باخد ازازه قد كده. طبعا الواحد شنطه على قده ف كسعر برضو وحجم 100 مش هقول لكم اللي بتقولوه او معلش انتوا الحمد لله ان انا بقول لكم الريحه ايه. بصي اللي جاي بقى ده انا ما بحبوش دمار 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 والله العظيم جامده جمدان وبشم بس بقى وبشم ريحته من على بعد يعني لو حد معدي من بعيد شويه كده شميته بصدع ودماغي بتوجعني وبقعد طول اليوم مقفوله ومزاجي وحش عشان انا شميت البرفان ده. ما بحبوش. هو اصلا اسمه فاخر من الاخر يعني ما ريحته سامه مصدقه في حبيبتي انا من غير ما رش هي بحبوش هي العلبه تحفه صعبه ريحته الازازه بقى
اتحف اتحف والله، خايفه عليها قلبي كده وانا حاطه خايفه. هي بتحب الروايح دي؟ انا ما بحبهاش خالص جماعه، ده عود. ما بحبش حد، ما بحبش اي حاجه من ريحه العود. عود مجرد ما بشمها دماغي بتوجعني. وهي مركزه وتقيل، ولو حطيتيه وانت خارجه هيهفهف مع الهوا، هيشم ريحتك اي حد. طبعا الموضوع ده مش لطيف، فانت لو جايباها احتفظي ان انت تدينيها في البيت. يعني بتنصح؟ يعني انا بنصح، وطبعا كل واحد مش كامل، بس ابقدم النصيحه زي ما بعوز لنفسي اكيد هعوز لغيري، عشان لحد برضو لو قال لي عود بقى والعود بيبقى تقيل، وانا عارف. جميله والله العظيم، وريحتها بس بقى انا اصلا ساعه مشمتها في المحل دماغي مصدعه. مش عارفه يا جماعه ليه بتقولي مصدعه، بحس ان هي ريحتها وحشه، بس هي ريحتها حلوه. لا ما بحبش. يعني اللي بيحب العود بجد ثابته ثابته. انا دهناها على ايدي هنا من حوالي يجي 3 ساعات، من الساعه كام؟ 9. انا دخل البيت مثلا 9، وهي لسه على ايدي، لطشت هوا كده مع هيام مثلا في الشارع كده، لطشت هوا حرك ايدي بس هف. احمد ربنا ان انا قلت لكم ايه هي البرفون، علشان هنعتمدها الفتره اللي جايه ان شاء الله في البيت. في البيت ما تنسوش، احنا قلنا في البيت. ليه؟ علشان هي بره قويه جدا جدا قوية جدا, 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 جدا يعني جدا ما تاخديش ذنب ان حد يشم، يعني راجل يشمها مثلا والله اعلم يقول ايه الله. بس هي عامه تقيله جدا جدا. عود عامه اي برفون يعني احنا برضو قلنا في الحوار بتاع البرفانات ده كتير بتختلف. يعني اخر حاجه وصلت لها ان هي على حسب النيه، انت حاطه بنيه ايه؟ بنيه ان الناس مثلا وانت ماشيه في الشارع تشمك فتقول الله دي ريحتها حلوه، سواء راجل او حاجه، دي غلط. دي بترجع بقى من كل حد لحد يا جماعه، حسب بقى ان انت مثلا بتعملي شخصيه بقى في الاول وفي الاخر. بتحطي في حاجات تانية ممكن برضو تحطيها للعرق غير البرفانات في بدايه، بس هو يعني دي ليها قويه برضو، بس مش زي دي. يعني مش هنجيب عود لريحه عاديه خالص، حتى في التركيب العود غير الريحه العاديه. حتى بيبقى العود معروف ان هو اغلى واقيم، وهو اي الفاخر من الاخر. مش بعرض المنتج يا بنتي اللي هم مش مقبضيني فيه، عشان نلم ريحته. نلم ريحته شويه بقى مشتريات بقى عشان الافراح البقى اللي جايه بقى. اتمنى لايك 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 لايك. ما تنسونيش في السبسكرايب واللايك والشير، احنا بنشارككم كل حاجه وكل فيديوهاتنا، بس انتوا مش متفاعلين معانا. وقولوا لنا كلام حلو يا جماعه في الكومنتات، عشان بنقرا كل كومنت وانا اللي برد. هي متخصصتي. وتنسوناش، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله، فيديو حلو ان شاء الله برضو. ولو في افكار قولوا لنا، محركه كتير النهارده رغايه قوي، وهتوحشونا كتير. ماشي.